هذه البريطانية قررت الزواج من نهر ملوث بمياه الصرف الصحي، بل وأقامت أيضاً حفل زفاف وتفكر في تغيير اسمها. ميغان ترامب قالت إنها فعلت ذلك لأن نهر إيفون الذي يحتل المرتبة 19 في بريطانيا من حيث الحجم كان ملوثاً بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه عند الغطس فيه يترك رائحة كريهة على الملابس. لذا قررت ميغان النضال من أجل التقليل من تلوث النهر من خلال تعهدها بمحاولة حمايته والعناية به، واعتبرت أن زواجها من النهر هو أفضل طريقة لإلهام الناس وتوعيتهم بمخاطر تلوث النهر. الفتاة قالت إنها اختارت أن تقيم حفل زفاف لأنه نوع من الشعور بالاتحاد والاحتفال بالحب، وهو شيء يجمع الناس معا. الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ميغان تفكر في تغيير اسمها ووضع اسم النهر الاسم الأوسط لعائلتها، ولكن العقبة الوحيدة هي أن القانون لا يسمح بذلك كون زواجها كان بشيء ليس بشرياً.